لم يبقى الكثير من عمر الدورة البرلمانية العادية الثانية 2022-2023، إلا أنه لم يفصل بعد في النظام الداخلي للمجلس. لجنة الشؤون القانونية والحريات أحالت 7 مواد محل الخلاف على رؤساء الكتل البرلمانية للنظر فيها. النواب المتمردون على أحزابهم، مدة عضوية نواب الرئيس، حل المجموعة البرلمانية في حال فقدانها للعدد المطلوب، العقوبات المفروضة على النواب في حال عدم الالتزام بجلسات اللجان بالغرفة السفلى للبرلمان. أبرز المواد التي أثارت حفيظة ممثلي الشعب. ملاحظ أن النظام الداخلي منذ أكثر من عقدين لم يتم تعديله. من سنة 2002 كان تعديل طفيف سنة 2016، لذلك نحن الآن أمام وضع يحتاج إعادة نظر في كل التفاصيل الواردة. أثناء الممارسة تبين أن هنالك كثير من الأمور التي تحتاج إلى تعديل، مسألة أدوار اللجان الدائمة، البعثات الاستعلامية، لجان التحقيق، أدوار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كلها وفق الممارسات السابقة وجدها تحتاج إلى تعديل لتمكين النواب من قيام بأدوارهم على أحسن ما يرام. يعتبر نواب البرلمان أن هذه المواد محل الجدل في النظام الداخلي للمجلس لا تخدم العمل النيابي. نعتبره قانون يعني تاع عقوبات في حق النائب، خاصة فيما يخص الغيابات وحضور الجلسات. لنا عدة تحفظات في بعض المواد اللي جاء بها، لأنه يعني النائب ليس في وظيفة عمومية، بل هو منتخب من طرف الشعب لعهدة 5 سنوات، ولهذا احنا نتمنى أن يوفروا للنائب كافة الوسائل اللي تتيح إلى النائب من أجل حضور كل الجلسات وإعطائه بعض الامتيازات، وليس فرض عليه خصومات على الراتب ولا على الغيابات داخل الجلسات. ولهذا نحن نتمنى أنه إن شاء الله يكون فيه نقاش معمق فيما يخص هذا القانون اللي يخص النائب. لجنة الشؤون القانونية ترمي بالكرة في ملعب رؤساء الكتل للبث في هذه المواد التي أثارت حفيظة النواب، فهل سيجدون لها صيغة قانونية جديدة ترضي جميع الأطراف؟ هذا ما ستكشفه قادم الأيام.